أهلا وسهلا فيكم بالملتقى السادس عشر، بتعرفونا عن حضرتكم واختصاصكم. عادل العبيدي، شركة جنات جروب. أنا من العراق وعندي نشاط في تركيا، بناء المساكن، شقق، أبني شقق في منطقة يلاوة. ورأيكم بالمعرض، بالتنظيم المعرض، بالشركات المتواجدة بالمعرض؟ والله هو احنا اليوم الأول، واحنا صعب نطي رأينا من اليوم الأول، يعني لو يكون اللقاء في آخر يوم يمكن أطيش رأي أكثر دقة، بس مبدئيا شيء رائع. لا يعني ان شاء الله بالمعارض المقبله بعد ما تطلعوا اكثر على تفاصيل المعرض بتشرفونا اكيد. بالتاكيد بالتاكيد، اذا فعلا وصلنا الى القناعه حاليا هو ممتاز. شكرا لك، بالتوفيق، كل التوفيق.